عمرو انور اللي كان كاميرا الاشبال. لينا لقاء مهم مع الكابتن عمرو انور بعد مباراه امس. احنا بادئين من فتره اعداد، يعني تقريبا بقالنا دلوقتي حوالي 4 اسابيع. ابتدينا في المباريات الوديه، عملنا مباراه وديه في يعني الاسبوع اللي فات، والاسبوع ده عاملين مباراتين ابتدينا بيهم النهارده بالمباراه بتاعت منشاه حلوان، وفي مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله. واخدين الامور تدريجيا، بنحاول نشوف الناس كلها علشان نقدر نستقر على القائمه النهائيه بتاعتنا للفريق. فحتى المباراه اللي فاتت والمباراه دي والمباراه اللي جايه بنلعب اشواط، يعني كل تيم بيلعب 45 دقيقه عشان نقدر نشوف الناس كلها. من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله القوه بتاعه المباريات هتزيد، والوقت بتاع اللعيبه هتلعب وقت اطول في المباريات عشان برضو ياخدوا لياقه المباريات، على اساس ان ممكن على نهايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يعني نقدر نحط الملامح الرئيسيه للقائمه بتاعتنا بتاعه الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. الواحد طبعا بيشكر مجلس الاداره وبيشكر لجنه التخطيط وكابتن خالد مدير القطاع على تجديد الثقه. يعني ده شغلي وده هدفي، ان انا يعني زي ما انا بسعى ان انا احقق للنادي الاهلي بطوله على مستوى الشباب، عندي برضو هدف تاني ان انا بحاول اصعد، يعني بحاول ان انا اقدم اكتر من لعيب للفريق الاول. النهارده يعني بنتكلم في حوالي 5 لعيبة موجودين، في ناس لعبت يعني شكري لعب وفخري لعب ومصطفى كمان لعب. الفترة اللي جاية يعني بتمنى ان شاء الله ان العدد يزيد، يعني يمكن حتى بكرة ان شاء الله في اجتماع مع مستر موسيماني هيكون في النادي بكرة ان شاء الله الساعة 3، على اساس برضو هشوف احتياجاته ايه من المراكز اللي هو عايزها، اقدر برضو يعني ارشح له لعيبه يقدر يشوفهم في التمرين، يقدر يشوف هو برضو ايه اللي ممكن يقدر يستفاد منه بيه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. احنا كلنا بنشتغل للكيان، وكلنا يعني اي نجاح بيبقى موجود في اي قطاع بيبقى منسوب لينا كلنا. النقطه اللي انت اتكلمت فيها مهمه جدا، نقطه الربط ما بين فريق الشباب والفريق الاول، ودي موجوده حتى من السنه اللي فاتت كانت مع كابتن سيد عبد الحفيظ، كان في على طول اجتماعات دوريه وكان في تقرير دوريه، وعلى هذا الاساس الناس اللي تصعدت دي تصعدت بناء على كده. يعني ان شاء الله يعني انا شايف ان دي فرصه للاولاد، ان في مدير فني جديد عايز يشوف الناس، لو هو مش مهتم بالموضوع ما كانش طلب اجتماع معايا بكره. فيعني انا شايف ان دي حاجه كويسه تفيد النادي وفي المستقبل، وفي يعني هي بس المشكله ان احنا الفتره اللي جايه داخلين على افريقيا، فالطبيعي ان الفريق الاول هيعتمد على اللعيبه المقيدين افريقيا عشان تجهزهم، لان طبعا مباراتين مهمين جدا الفتره اللي جايه. وبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرم وتكون نتيجه ايجابيه لينا باذن الله تاهلنا للنهائي. فكون ان الفكره موجوده انا شايف ان دي حاجه يعني حاجه كويسه وتحسب للجهاز الفني الجديد ان شاء الله.